أنا ودي أعرف سالفتك، يمكن أعينك. لك الحق يا طويل العمر، ولازم تعرف سالفتي علشان أكون معروف أمامك وأمام ربعك. قصتي يا طويل العمر ما صارت بين العربان، الستر من الله. أنا يا طويل العمر رميت أخوي بالصحراء، أخوي من دمي ولحمي، وللأسف لعب في عقلي أخوي الكبير، ورمينا أخوي العليل اللي ينتظر موته بالصحراء. ولهالسبب أنا أطلع كل يوم من الصبح وما أعود إلا عند المساء، أبحث عن السموحة والعفو. يعني تبي منا السموحة؟ إيه بالله يا شيخ. أبشر فيه يا غانم. صحيح يا شيخ؟ أي نعم صحيح، صحيح يا غانم. عناد، عناد وينه يا شيخ؟ هد نفسك يا غانم، هد نفسك. أنا أشهد إنها أحلى بشارة وأحلى كلمة سمعتها يا شيخ. عناد حي يرزق، وبشرك إنه تشافه من المرض. يا قدرة الله، يا قدرة الله. الله سبحانه وتعالى ما يترك عبد بحيرته. ونعم بالله، ونعم بالله يا شيخ. ولا قل لي يا غانم، وش أخبار عربك الحين؟ أخبار عربي، أخبار عربي أخبار الخراب يا شيخ. من بعد ما بعثوا وفارسها صارت اليوم مثل الخراب. لا اعتراض على حكم الله. عناد الله يكون بعونه، وضاعت بصيرتنا بمرضه. في ظني ان الحليب اللي شربه عناد حليب مسموم، والسم من افعى اول مره تفرق سمها. لا اله الا الله، يا سبحان الله، سبحان الله. هذا وعد مكتوب وانا اخوك. الا ما قلت لي يا شيخ، عناد وين فيه؟ عناد يبحث عن البنت اللي كانت سبب شفاه، اللي حلبت له الحليب يا غانم. وما تدري بأي عرب يا طويل العمر؟ العلم عند الله. ونعم بالله. السلام عليكم يا الأخو. وعليكم السلام. عرب من ذول؟ هذا عرب الشيخ عبد الله. والله النعم. بيت وين؟ بيته متوسط العرب. تسلم يا أخوي. هلا. يا اهل البيت، يا اهل البيت. من ضيف؟ ضيف اغلط. السلام عليكم. وعليكم السلام. استريح. في قهوة يا ولد.
دائما يا شيخ. منين جاي؟ أنا جاي من عرب بعيدة يا طويل العمر. وش تبي؟ أنا لي ضالة وأدور على الضالة. وش ضالتك؟ أنا توني جالس يا طويل العمر. كان ودك تدور على ضالتك دور عليها بعيد عن عربنا. أنت اسمع يا ولد، بس هذه ما هي أصول العرب. أنت ودك تعلمني الأصول يا ولد؟ أنت ما تعرف تهرج مع من؟ الحقنا يا شيخ، الحقنا يا شيخ، الغزو يا شيخ، الحقنا يا شيخ، الحقنا يا شيخ. وش وراك انت بعد؟ عرب الشيخ هايل يا شيخ، غزونا وخذوا كل الحلال. وش تقول؟ ورجالنا بعدهم ما عادوا من الغزو. وينكم يا اهل النقوة؟ وينكم يا اهل النقوة؟ عيناك وانا عناد يا شيخ. انت؟ اي انا يا شيخ. عفوا عليك، عفوا عليك يا النشمي، عفوا عليك، عفوا عليك. والله وعشت يا عناد، والله وعشت يا النشمي. تسلم يا أخوي. بلعون إنك نشمي وفارس ينعد لك ألف حساب يا عناد. الفضل الله يا أخوي. نشمي يا عناد مزيون. هلا بالشيخ. هلا بالشيخ. هلا بالشيخ. هلا بالشيخ. تسلم. هلا بك. يا هلا. يا هلا بيك يا عناد. يا هلا بسنافي. تفضل. حياك الله يا شيخ. العون عملت الطيب يا ضيف. ويا مرحبا بيك من مشاكل من الفاق. هذا واجب علي يا شيخ. تفضل. تفضل يا ضيف. يا هلا بعناد. يا هلا بسنافي. الله عمي. اقلط يا ولدي اقلط. سم سم الله عدوك. قهوتن دائمة إن شاء الله. بلعون أنا زي بوش نجازيك. لا تكبر السالفة يا شيخ، هذا واجب علي. بارك الله بيك، أظلها أن قد الواجب وزيادة. يا هلا يا هلا بولدي. يا هلا بيك ابوي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا بالربع، يا هلا بفرساننا. تحيا شيخ. ان شاء الله هالصيد وافر. اي اي ابوي، الغزو وافر والحلال كثير. والله كفو. اي من الضيف؟ هذا الفارس المهما سوينا له ما نجازيه حقه. شلون؟ هذا عناد اللي رد العدوان ورجع الحلال. ليش من غزاكم؟ عرب الشيخ دهام. عرب الشيخ دهام. بسيطة بسيطة. كفو والله يا أخو كفو. ومن قال يا أخوي؟
اسمع يا عناد. سم. اطلب اللي تريده، ولو كان لبن الطير اجيبه لك. انا هطلب اخذه بعدين يا طول العمر. اجل متى يا سنافي؟ لا خلصت ضيافتي. هاي اخوي غانم، وش اخبار البحث اليوم؟ مثل ما رحت رديت يا طويل العمر. تطمن تطمن يا اخوي يا غانم، لا بد انك تعثر عليه. لا تنسى يا فايز ان مرد عناد لنا. انا خاف غيبته تطول. اي لا تخاف يا اخوي، لا تخاف، لا بد من الحي، يشوف الحي ورا ابوك. ايه؟ صدقت صدقت والله. الله كريم، بس انا خاف انه يصير لي شيء قبل لا اعثر عليه واسمع منه كلمة السموحة. ان شاء الله تعثر عليه يا غانم ويسامحك. اسمع يا اخوي يا غانم، انا مباشرة الصبح اطلع معك. تسلم يا اخوي يا فايز، بس انا خاف اتعبك معي. اي افع عليك يا اخوي، اتعبك راحة. بارك الله فيك يا اخوي يا فايز. تسلم. يلا تصبحون على خير. وانت من هلا اخوي يا غاري. اي انا ودي اهرج معك وما ودي انك تزعل مني. ازعل؟ يعني لا، انا مزعل من اللي رد الحلال وانقذ اهلي حتى لو طلب روحي. تسلم يا اخوي. انتم ليه معتمدين على الغزو؟ اخ عناد، هذه قصه طويله يصعب ان ارويها لك يا اخوي. الغزو ما يجلب الا المشاكل والعداوه. اي 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 لا صح. انت يا عناد ما تدري ان احنا نعاني الخوف والمراره من الغزو. لهالسبب انا سالتك وابيك تقنع ابوك والربع. اقدر يا عناد؟ ما اقدر. ليه يا اخوي؟ اي ابوي صعب اقناعه. خلنا علي. اذا قدرت لك اللي تبيه. انا مالي طلب لا بالحلال ولا مال. لعاد وش هو طلبك يا عناد؟ انا ابيك تعاهدني بانك توقف معي ونقنع ابوك والربع. اي انا معك. يا غانم. سم يا شيخ. أشوفك تجهز الفرس. ايه أبسقيها من البير وانتظر فايز علشان نطلع جميع. تريقت يا غانم؟ اي نعم تريقت يا شيخ، والقهوة جاهزة. تسلم تسلم يا غانم. الله يسلمك. يلا مع السلامة. مع السلامة، بالتوفيق ان شاء الله. خير يا بنت الأجواد. صباح الخير يا أهلا بالضيف. على الحين ما أعتبر نفسي ضيف. بالعام من يدخل عربنا يصير منهم. هذا من طيب رجال أهل القبيلة. وشيخها. وشيخها رجل، ولا كل رجال، حكيم شجاع واعي، لكن شيخ من غير ربعه ما يقدر يسوي شيء. أما شيخ خليف وربعه من أهل القبيلة بالله يطلع لها صيت وينبع منها الطيب. صدقت يا لخو. أنا بغيش ترويني ماء يا بنت الأجواد. تفضل. تسلم هاليدين. الله يسلمك. يلا نسلم عليك. وانت بحفظه. قوة. أنا إن شاء الله ما توخرت عليك. بالله ما توخرت علي. يلا علامك. يلا توكل على الله. أشوفك مستعجل. لا بالله ماني مستعجل ولا شيء. يلا يا أخوي توكل على الله. اليوم أنا أقول نروح يم الشمال. أنا تشوفها يا أخوي. توكل على الله. يلا. قول يا اخويا فايز. سم. هذه مضارب عرب قدامنا. ايه ان الله ما كذبني يا اخوي، هذا عرب الشيخ عبد الله. ايه نروح يم الرعيان هناك ونسال. زين شورك وهدايه الله يا اخوي. لكن اقول يا اخويا غانم. سم.
الشيخ عبد الله ما يوجب أحد. توكل على الله. يلا توكل على الله. وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخوي. يا هلا. أمر عليك خيال من مدة كم يوم؟ لله ما شفت أحد. رجال اسمه عناد على فرس شقرة وفيها فنجال. أقول لك ما شفت أحد. إي زين زين يا أخو. إلا قل لي هذه عرب من؟ هذه عرب الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله؟ يلا يا أخوي غانم. توكل على الله خلنا نمشي. توكل على الله. شلونك يا سهران؟ يا هلا يا هلا بالنجم عناد. ايه عناد سم ما علمتني انت ليه ودك تشوف الوسم؟ انا قلت لك اقول لك بعدين يا ضاري. اف عليك يا عناد، يعني انت بعدك ما وثقت بي؟ انا اعزك يا ضاري وهالسبب انا بعلمك بقصه. يا ليت يا اخو يا ليت. يا ضاري ايه انا هدور على الوسم على في الخاتم. ورني علمني يا عناد، هذا وسم حلالكم؟ لا بالله ما هو وسم حلالنا، هذا وسم القبيلة اللي فكتني من الموت. شلون؟ أنت دلني على الحلال والقبيلة صاحبة هالوسم وأنا أعلمك بعدين. إيه يلا خبينا يا أم الحلال. توكل على الله. هذا هو الحلال يا ضاري. نعم الوسم هو نفس الوسم يا اخوي. وش تقول ضاري؟ ايه هذا طلبي منكم. بلعون انك تستاهل يا عناد، لكن انا ودي انك تعلمني سر الوسم هذا. انا هعلمك. أنهم وانتم منهم. السلام عليكم. تفضلوا تفضلوا. سم سم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا غانم بشر. ما لها أثر يا طويل العمر. أصبر أصبر يا غانم، والصبر زين. أصبر أنا أبوك أصبر، والصبر مفتاح الفرج يا ولدي. الله كريم. أكرمك الله يا شيخ، كثر خيرك إن شاء الله. حنا وعافية. حياك الله يا عناد. الله يحييك ويبجيك يا طويل العمر. صبك هوا يا ولد. تامر يا عم. هلا بعناد. يا هلا بك. هالحين بعد ما سمعنا قصتك ودي اعرف وش اطلبك مني. اطلبي يا شيخ اخذته من ضاري. وشلون؟ اي نعم يبا، انا اعطيت اطلبه من بعد رايك. انا مالي كلام من وراك، وايدك يبا تسمح لي. يا ولدي يا ضاري، ما دامك اعطيت طلب عناد ما اقدر اردك عنه، لان عناد يستاهل كل خير. بارك الله فيك يا طويل العمر. الا وش اطلبك يا عناد؟ اطلبي يا طويل العمر الحلال اللي انهبه ضاره وربعه البارح يا شيخ. عز الله ان حلال زين وتستاهله.
أنا طالب الحلال مو بلي يا شيخ. عجل من هولة. الحلال هذا يا طويل العمر هو الحلال اللي يدليني على هالقبيلة اللي أدور عليها، لأنها الوسم هو نفس الوسم. الحمد لله اللي عثرت عليه. هالحين يا عناد أنت أخذت طلبك من داري. إي وش هو طلبك مني؟ أطلب سلامتك يا طويل العمر. الله يسلمك وينجيك من الشر يا ولدي، بس أنا لازم أنفذ اللي وعدتك به يوم رديت القوم. أطلبي بسيط إن شاء الله. وش هو؟ أبيك يا طويل العمر تعاهدني بتنفيذه. أعهدك أمام الربع على كل اللي تطلبه. أطلبي منك يا شيخ إنك تبتعد عن الغزو من اليوم وطالع. أنا وعدتك وأنا عند وعدي. صحيح يبا؟ صحيح يا ولدي يا داري. زين بارك الله فيك يا شيخ. وأنا يا شيخ أبيك تنشر الخبر بين كل القبائل والتسامح منهم، ولا يهمك. جعلك تسلم يا شيخ. أنت ليه طلبت مني الطلب هذا؟ أنا هقول لك يا طويل العمر. الأولى يا طويل العمر هالقزو ما يجلب غير العداوة بين العشائر، والثانية يا طويل العمر الحلال اللي أخذتوه ونهبتوه حلال ورعان وشيبان، وش ذنبهم يا طويل العمر؟ والثالثة الناس اللي يموتوا بالقزو، وش ذنب ورعانهم يتتمون؟ والرابعة يا طويل العمر إذا قزاكم مثل ما قزاكم الشيخ إدهام ورجاكم قايبين، إيش تبي تسوون؟ أظلها أنك صادق في كل كلمة قلتها، ومن اليوم ورايح أنا تائب عن الغزو توبت النصوحة، وإن شاء الله نبتدي من جديد. الحمد لله إن الله قدرني على عمل الخير يا طويل العمر. الحمد لله اللي الله جابك لنا أبرايك اللي يدعو للخير، لجل نبتعد عن طريق الشر ونبتدي في طريق الصواب. بلعون يبا مهما نسوينا ما انجاز عناد حقه. الله قل لي يا ولدي سم، متى تنوي الرحيل عرب الشيخ ساكت؟ ان الله سهل حاليومين ان شاء الله. اسمع يا ولدي يا عناد، الشيخ ساكت رجل كريم وجزيل العطاء، لكن الجانب الصفات هذه هذا رجل شديد وما هو هين. الله المعين ان شاء الله. هاي اخوي غانم اشوفك سرحان. ابد يا طويل العمر. جوهر. نعم يا عمي. صبك هوا لغانم حتى يصحى معنا. ان شاء الله يا عمر ثامر. كم يا غانم؟ سم الله عدوك. تفضل يا عمي. تسلم يا جوهر. سم. سم الله عدوك. تسلم. بس. بس. هاي غانم صحيت ولا بعد؟ ما اخفي عليك يا طويل العمر بالي مشغول على عناد. عناد ما يخاف علي يا غانم، عناد الحين قلبه اللي مشغول عليكم. كل اللي اتمناه اني اشوف عناد وتسامح منه. عن قريب ان شاء الله يا اخوي يا غانم تلقاه، لكن انا مطلوب منك الحين شويه من الصبر. ان كان على الصبر راح اصبر يا اخوي يا فايز. والله كريم. وش تبي تسوي من بعد ما تلاقي عناد وتسامح منه؟ وايش تقصد يا شيخ؟ ما فهمت قصدي؟ لا بالله ما فهمت قصدك يا اخوي يا غانم. الشيخ قصده انك انت الحين من صغير السن، انت كبير ولزوم انت تزوج يا اخوي. الله يفرجها ان شاء الله. الله يعينك على بلواك.
السلام عليكم. يا هلا يا هلا. عليكم السلام. بالخير. يا هلا بعناد. يا هلا بولدي. هلا بيك يا عمي. انت حفالك. زين فالك. اشوفك طلعت من الصبح. اي والله يا عمي. رحت شويه اتمشى بالبر واسقى الفرس. اي. انا صحيت من الصبح. دورت عليك ما لقيتك. هذه عوايدي يا ضاري، لازم اتمشى شوي في السهرة. اي عناد كل. بس كافي. خد كفايتي يا ضاري. لا بالله ما يصير، كل يا اخوي. كافي كافي يا اخوي. يلا ارخص لي يا عناد. مرخوص ان شاء الله. خلك يا ولدي خلك، ترى البيت بيتك ولا تستعجل الامور، وفكر على راحتك قبل ما ترحل. الله يجيب ما فيه خير ان شاء الله يا عمي. السلام عليكم. الله معك. امان الله. وش بيك يا عناد؟ سلامتك، ما من شيء. لا بالله، وجهك باين عليه الزعل. تبي الصحيح يا ضاري؟ عز الله اني ما بي غير الصحيح. انا حنيت لهلي. حنيت الهواك ولا حنيت الهديل؟ هديل هديل ما قصرت ايام ام رضي. اي بس هي لا تكمل يا ضاري. هديل يا ضاري ذبحني غلاها، الناس ما تدري، وانا القلب مجروح. هي ملوتي من بد كل قرباها، وعشقي لها بين المخاليق مفضوح. اي يا عناد مالك دوه غير النسيان. ايه يا ضاري لابد من النسيان. اي خيرها في غيرها. ما ظن الاقي بنت مثل هديل يا ضاري. يا اخوي يا عناد هذه حكمة الله وإرادته. يمكن لو انك تزوجت هديل كان صار لك شيء اكثر من هذا. يا شيخ خليف، يا شيخ خليف، يا شيخ خليف. تفضل تفضل يا الأخو. صباح الخير يا بنت الأجواد. صباح الخير يا هلا بيك. تفضل القهوة. هالحين يلفي أخوي خليف وفايز. اللهم وينهم فيه؟ راحوا يم الحلال. أنا ودي بطاسة لبن يا بنت الأجواد. أنت تامر يا الأخو. تفضل. انت عليا بنت الشيخ حمدان؟ ايه بالله انا عليا بنت الشيخ حمدان واخت الشيخ خليف. والله والنعم فيك وفهلك عليا. حياك الله. تفضل. ليه ما تاخذ اللبن؟ ها حقك علي عليا. أخوي خلاف عود، ارخص لي يا أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا غانم. الله يحييك يا شيخ، صبحك الله بالخير. هلا يا هلا. قوه يا غانم. هلا أخوي فايز. خير يا أخوي، أشوفك ومعك لبن. إي والله. جابت لي بنت الأجواد، أسأل الله يستر عليها. هاني وعافية يا أخوي، هاني وعافية. تسلم. تفضل. ايه عناد ما قلت لي عرفت وش تبي تسوي من اجل الوصول لعرب الشيخ ساكت من غير ما يشكون بيك؟ الا عرفت شو بسوي يا شيخ. وش تبي تسوي؟ اول شيء اروح لحالي، وبعدين اتعرف على البنت، وبعدين اروح للشيخ واتقرب منه. يا وشلون ودك تتعرف على البنت؟ ايام الضيافه اتعرف عليها. السالفة ما هي مضمونة يا أخوي. لا تخاف يا ضاري، اعتمد على أخوك. اي انت قدها، بس يعني الحرص واجب. إلا الحرص واجب. عناد استنى، ايش رايك اروح معك؟ ها تبين يذبحونك؟ يا عناد هم يعرفوني ولا عمره حد منهم شافني. انت توك تقول الحرص واجب ولا نسيت؟
أي معك حق، دايم تغلبني. أفا عليك يا ضاري. ومتى عزمت الرحيل؟ إن الله سهل باكر من الصبح. بالسلامة يا أخوي عناد، بالسلامة. الله يسلمك يا ضاري. عشت. هاني وعافية. الله يهنيك. أقول فايز. سم يا أخوي. سم الله عدوك. أنت ليه لها الحين ما تزوجت؟